بخير. يبناكم الشخص المعين في الموضوع عشان ما تتشاورون قبل ولا بعد. اهلا وسهلا. طبعا سمعنا ريان ان احنا عمالين نتكلم عن حفلات البيبي شاور. صباح الخير الاول. صباح. حابينك انت تشرحي لنا وتحكي لنا الاول عن البيبي شاور بشكل عام. تمام. البيبي شاور هو عاده بيحتفلوا الاهل بالبيبي الجديد الجاي، الوافد الجديد على العيله قبل ما يوصل. قبل ما يوصل حوالي من الشهر الخامس للشهر السابع عاده بتكون هي الحفله، وطبعا دائما بالدعوات بتنحط انه جنس المولود علشان الهدايا والأقارب. عشان الهدايا يعني. تماما. وبعدين الأهل بيبينوا البيبي اللي جاية كمان بطريقة تانية، هي بيكونوا عاملين كيكة أو بيكونوا عاملين بوكس مثل هاد، طبعا هو بيكون محكم مسكر بطريقة معينة، وبعدين بيطلعوا منه البلالين فينعرف احنا الجنس اذا كان بوي ولا كان جيرل. البينك للبنت البينك للبنت والبلو للبيبي الولد يعني. وكمان بيسووا كب كيك وهي القصص كلها بيسووها يعني لمة عائلية كبيرة. شوف، هي قبل كان مش متعارف عليها مثل هذا الوقت، وهلا بسبب السوشيال ميديا وبسبب تطور العلاقات يعني فصارت عم تتسوى حاليا. وهي غالبا يعني بدي اوصل لك اياها انه جديده اصلا دلوقتي على الساحه، مو بس جديده وكمان هي تخفيف للاهل من المصاريف. تخفيف من المصاريف، مع ان البعض هي شوفي هي بتبزخي انت على هي الحفله بطريقه. بس انت بالمقابل عم يجيكي الهدايا اللي هي اشياء البيبي، حاجات البيبي. عشان كذا اسمها بيبي شاور، يعني اشياء اللي ملابس الطفل، يمكن ملابس الطفل، كرسي الطعام، المشايه، كل هدول. والشاور شو خاصه في الموضوع؟ ما هي اللمه على الشاور، فهمت علي؟ احنا في بلادنا مهند عندنا النقوط، انه بنقط الولد الصغير بجيته، فهمت علي؟ يعني كيف النقوط ممكن تطلع 500 درهم بتحطها مثلا تجهيز للبيبي يعني تقريبا. انت بتدفع مبلغ مالي هيك يعني رمزي انه بهديه يعني، فهمت علي؟ بالاضافه لتعرف انت الحلويات والاشياء هاي وغيره. طبعا حلو اكل وتوزيعات وهدايا يعني مثل ما بيقولوا. عارفه الجديد في ايه كمان الشباب؟ انه بقى في ناس متخصصين في تنظيم الحفلات دي، بقى في دلوقتي شركات بتفتح بس بتعمل حفلات عيد الميلاد والبيبي شاور. يعني اصبح احنا زي ما خلقنا مناسبه خلقنا مهنه كمان جديده الناس تمتهنها وتسترزق منها يعني. بس الفكره انه طول السنه يعني الموضوع ده شغال، الثقافه دي بقت عند الناس بشكل كبير ولا بس فئه معينه؟ يعني احنا بنشوف احيانا حفلات البزخ دي يعني بتختصر بس على الناس اللي معها فلوس. هلا هي تقريبا هي عم تاخذ فئه منيحه من المجتمع، ما انا قليله يعني ابدا. بس انا قصدي من السؤال انه لكل مستوى مثلا معيشي ليه حفله بشكل مختلف؟ طبعا حسب البادجت، حسب البادجت اللي عندك، حسب هلا شوفي مش بكل البلدان اخذين البيبي شاور. يعني مثلا انا بقول لا ما بدي اسوي بيبي شاور، بسوي انا الحفله مثلا مثل عندكم مثلا طول الاسبوع. عندنا بيحكوا لها مباركه، وبتختلف طبعا التسميات من بلد لتاني. حلو. احنا دائما انا لاحظ في السوشيال ميديا الحفلات البيبي شاور يسوونها تقريبا اوت دور برا البيت، هذا شيء صحيح ولا نقدر نسويها داخل البيت بعد؟ تقدر تسويها داخل البيت، هي خيار اختياريه. بس اللي بيصير انه خارج البيت بيعطي رونق ثاني من خلال طاوله، من خلال ديكورات، من خلال اشكال. القصص اللي بتعملها برا ما بتقدر انت تسويها بالبيت. صحيح. يعني بس انا ما بحب التصوير في البيبي شاور، بتعرفي ليه؟ لانه كبرنا وشفنا صورنا واحنا صغار وصرنا نعيب على بعض. يعني هلا ليش الازمه النفسيه اللي عيشونا اياها؟ انا خزقتها هاي الصوره، حاولت اقطعها، امي خبتها مني يعني. لا شوف، البيبي بعمره وهو بالانداقه او باللفه، ما بعرف شو بتسموها انتم، لا بيكون بشكل رائع. بس انت بدك تصير تمزق الصوره بعمر 4-5 سنين. صح، عندك حق. بس كنت عايز اسالك كمان ريم، بما انك انت منظمه حفلات البيبي شاور وبتعملي ديكور بتاعهم، اول حاجه بتركزي عليها ايه؟ اول شيء لازم نختار لبس البيبي وامه متناسقين، متناسق بالحفلات الاسبوع. هي البيبي شاور لازم تكون الام مثلا انت جايك صبي تلبسي اللون الازرق، بعدين تركزي على الكيكه، بتركزي على لون الكفر للطاوله، بتركزي على الاضاءه اللي حوالين الطاوله،
وطبعا البوكس اللي بده يبين فيه البيبي الجديد اللي جاي او البلالين اللي بتكون فوق اللي هي بدها تنطق لحتى يبين جنس المولود الجاي. حلو. احنا عرفنا البيبي شاور يمكن دائما هم يقدمون هدايا للام نفسها هي، بس بعد الام تقدم اظن هدايا للضيوف اللي يجوها. في عندكم شيء للتقديم يكون للضيوف؟ في افكار في كتير ممكن عم يحطوا لك هدول المجسمات انه انا جاييني هاد على لون البيبي يعني سواء ولد او بنت الجيف اواي يعني هو تقريبا تماما هي بتجي شكلين باللونين يعني باللونين وعم يحطوا توزيعات شوكولا كب كيك كثير قصص عم يحطوا بيكون في لسته طيب مثلا طبعا يعني مثلا بتيجي لعندك الام بتقول لك في هول الاغراض بدي اياها باي شيء بدك تسوي لازم يكون عندك لسته وعقد الله حلو يا سلام يا سلام يا انا رحت من قريب حفله بيبي شاور لوحده صاحبتي عامله للبيبي نفسه ايهاب جيست بوك انه هو اول تماما دفتر الذكريات انك تكتبي للبيبي اول ما حد يدخل يكتب كلمه للبيبي لما يكبر يحتفظ هو بالجيست بوك ده ويشوف الناس اللي جم حضروا بيبي شاور بتاعه هو لسه ببطن مامته كتبوا له ايه صح قبل زازه تكتب له بالظبط ايه الافكار الجديده الموجوده دلوقتي في السوق الفكرة حالياً الأغلبية عم يجوا عليها هي فكرة البوكس إنه يطلعوا منها البلالين والفكرة الثانية هي الشجرة اللي بيكونوا معلقين عليها تياب البيبي اللي بده يلبسون بيكون مام محضرت له إياهن عم يمشوا كمان على فكرة ألوان الإضاءة بلون البيبي كمان حلو والكيكة اللي هي بتكون كيكة العزيمة المناسبة يعني اللون المناسب بتكون من برا مزينة باللونين وبعدين وقت اللي بتتقسم الكيكة بيبين ايه احنا مامتنا ما عملتلناش بيبي لا شاور لا لا احنا خلص انتوا سووا احنا كان يجيبوا لنا مدق التوم نسمعش كلام ماما وبابا وترطشوها بدايته هي الاسبوع هي بعد ما بتخلق نحن عم نحكي قبل ما تخلق قبل ما يجي وليد خلص صار في عندكم اغاني بتحطوها وبتنقوها بنطلب منك اغاني معينه هلا هي اكثر اختصاص الدي جي بس انت كمنسق لهذا الموضوع لازم يكون عندك خلفيه عن هذا الموضوع زين انت يمكن حضرتي حفلات وايد للبيبي شاور شفتي يمكن تفاجئ العائله او الاب هو نفسه تفاجئك من نوع الجنين الموجود في الكيك او في البالونات اكيد خبرينا كيف كان الرياكشن شوف انت مجرد انه جايك ولد جديد على العيله فهذا يعتبر شيء حلو فكمان لما في كثير مثلا الناس بتكون الى فتره طويله مو جايبه فبصير خلص يا سلام جانا اللي بده يرفع اسم العيله فيكون كل دموع يمكن طبعا دموع الفرح حلوه صحيح يعني اكيد في كل بلد بنعتقد انه عندها موروث خاص فيها طبعاً ولكن خليني اسالك كمان عن نوعيه التزيين الحين الديكور بتلعبه دور كبير فيه طبعاً. جماليه المكان طبعاً. كيف الاضاءه راح تكون كيف التزيين بالسقف الحيط كيف راح يكون الاسامي مثلا اذا سموا احيانا بسموا هو لساته ببطن امه سبحان الله لا احنا بنستنى بعد هيدي البيبي شاور قبل ما يخلق قبل ما يولد هذا قبل ما يخلق طب ليش مسمينه شاور وهو مخلي يعني هو الشاور يعني يحمموه لا هو اشتهر ما بعرف يعني ما عندي اطفال لا شوف الله كريم ان شاء الله شوف هي اجت بيبي شاور انه تسميتها تسمية عالمية تسمية يعني عالمية هو يعني مام زي كيكي تشالنج والحاجات بالضبط مثل حمام العريس يعني مثلا لا فرق حمام العريس جد ليش الامهات بيحمموا استنى لا لا يعني لما يولد قبل ما يولد بيبي شاور ولما يولد كمان بيحمموا ولما يتزوج كمان بيحمموا حمام العريس طبعا جدتي يعني دخلت الحمام مع يعني عمي في عرسه وليفت وهي موروث عنا اسمه حمام العريس يعني بيطلع عمي كان مستحي طبعا عمي هيك قاعد هيك طبعا كل الهيبه راحت وهي زعلت منك اصلا انك قلت كده هلا هيدي علبه فيها اغراض البيبي اغراض البنوته نحن جايتنا بنوته فينا نجيبها نشوف شو فيها اغراض حطها فيها اغراض مزبوط ولا لا مو كثير يعني طيب. انا مطلعه الدبديب منها معزه ودبدوب وورده ورود على جنب بس هيك يعني كريوزيتي دائما كمان حلو شكله انه معمول هاند ميد ان انت عاملاه في البيت فهو مش مكلف انه حتى الاسر مثلا تكون ما عندهاش امكانيه طبعا انت بترجع قلت لك على حسب البادجت اللي عاملها الشخص ديكي لبق مع الديكور طبعا بينكي حبيت الاتس
في عبارات ثانية تكتب فيها بعد دائما في البوكس؟ هلا اتس هي المفروض بس الطباع عشان مع اوكي هي قلت لك بيكونوا هدول كلهم داخل ومسكر الهي فبعدين الاهل بيفتحوه انه يا تطلع بقى حتى يمكن مرات ما بشرط نسوي حفله لكن بس نكتفي في هاي البوكس بين العائله بروحه مشان يعرفوا هدايا هلا ايه فيك يعني هي عاده البيبي شاور مقتصره على العائله والاصدقاء بس مع السوشيال ميديا وهي القصه صارت عم تتوسع يعني للمعارف و حلو عارفه كمان ايه اللي خطر في بالي دلوقتي انه اللحظات الجميله اللي زي كده لازم تتوثق طبعا بصور يعني لازم تتصور ولازم فيديو انت كمتخصصه في الديكور ومنسقه ديكور خاصه حفلات البيبي شاور بتراعي انه المكان ده هيكون مخصص بس للتصوير يعني الزوار الام باك جراوند طبعا هلا دائما الطاوله اللي بيكون عليها الزينه والكيك وهي القصص هي دائما هون خلص الإضاءة كلها محكومة على هي الطاولة طبعا الباقي الأماكن أكيد إلى دور بس هي الطاولة أكتر شيء عليها لفت النظر اللي هي بيتحط عليها عليها مولود هيبقى بنت ولا ولد تماما حكيتوا شغلة عن قصة ليست يعني بالجواز بيحطوا ليست دو مرياج وبيشوف شو اللي ناقص وبيجيبوه كمان الام بتحط ليستة بالاغراض اللي ناقصه لا اكيد هي بس فقط بتحدد جنس المولود اللي جاييها طب بركي اجتهم عربيتين للطفل مثلا عادي بتاخذها بعدين هديه بالضبط بتغيرها عادي ما انت بتكون هلا شوف غالبا بحفلات البيبي شاور طبعا احنا بنتمناها من الكل انه انت لما بتشتري هديه انت تحط فاتوره فيها مع قديش دافع عادي لا هي الهديه مش بقيمتها انا حسيت شفت يا مهند الهديه مش بقيمتها حقه درهم ايوه جيب لي تليفون وانتهى الموضوع طب بدي اسالك على قصه الهدايا الرمزيه شو ممكن الواحد او الناس تجيب الهدايا الرمزيه مثلا يعني مثال مثلا علبه شوكولا يا سلام برافو هي احلى هديه بالنسبه لي حفاضات شكلك بتحب حفاضات بما انها غاليه حفاضات اليومين دول جيبوا حفاضات بامبرز هول السمارت شوف على فكره حفاضات البامبرز انا من فتره سويتها لرفيقتي بنسويهم على شكل قطار بنسويهم على شكل كيك يعني بتطلع موديلات طبعا بتفتحها انت وبتتغلف بطريقه كثير حلوه تعمل البامبرز كيك البامبرز كيك شكل بس طبعا مش هناكل اكيد بتزين بعلب ال توني جتني فكره على فكره جتني فكره على فكره اوكي يمكن حفلات البيبي شاور يمكن تساعد الامهات اكثر يكون مع مثلا وحده من الحضور حاضره هي عندها اكل اولاد ولا شيء تاخذ منها المعلومات او تستفيد من كيف تربي الطفل او كيف طريقه السباحه يمكن تشاركون المعازيم من بينهم بس عارف مهند انا شفت هديه جميله جدا مؤخرا في بيبي شاور برضو حضرته ان واحده جايبه لصديقتها هدوم بنتها القديمه يعني مثلا هي لسه والده عرفت ان البيبي بنت جبت لها الهدوم بتاعه بنتها وهي لسه صغيره رغم انها مستعمله بس كانت اللفته جميله جدا هي فكره اعاده التدوير برافو عليكي اعاده التدوير قد ايه مهم كمان الموضوع ده ان احنا نبطل نقول انه لا لازم نروح نجيب افخم حاجه بس يا عمي هذا بيبي يعني شوفي انا كان عمري 5 سنين ويمكن ريحته طالعه ماما سوت لي فستان عروس 5 سنين كان عمري سوته بالسعوديه هالكلام الفستان لهلا موجود عم تلبسه بنت خالي طب شفتي بقى يعني الموضوع بتبقى الذكرى هو ثمنه في الذكرى اللي فيه مش بس في يمكن يكون في عمر معين لانك تعطي ثياب البيبي القديمه او عادي كل لا طالما بيتغسل كويس وبتعقم البيبي عم يكبر ما رح يضل عمره صح. سنة بالضبط فأنت هاي الأواعي كلها موجودة الأفرول تاعي أنا نسيته بنت خالتي شفت الأفرول بتاعها وهي صغننة بعد 23 سنة أنا بشوف كمان أنها ذكرى جميلة يعني أحيانا عندي لبس من لبسي أنا وأنا صغيرة بجيبه بس أقعد أتفرج عليه بتكر حاجات جميلة إيه زي الصورة إحنا عنا عملنا مرة ما بعرف إذا كان اسمه بيبي شاور ما كانش له اسم بعد يمكن جيبوا ورقه بياخذوا ايد البيبي وبيغطسوها ب هي بتتسوى هي بتتسوى بعد الولاده هي نفس فكره الاسبوع بعد الولاده يعني هيك بتصير اجروا وايدوا على فكره ايهاب ايهاب انا وياك من ايام بيبي طشت مش بيبي شاور طشت وحطوا عليه رز يا زلمه خلص ريحتك ليش منحرج ايهاب بيبي طش والطشت ازرق لانه احنا اولاد انت والوردي بي لا ويسوي لنا حفلات خبريه كانت المغلي اخر شيء كانوا يجيبوا يضيفوا مغلي وهذا مغات على مغات ويسوي لنا عند اولاد يقولوا لنا كان يوم اسود لما جيت المنطقه صح يعني مش الكل بيسووا مغلي
يلي بيسوي كراويه ويلي بيسوي تحلايه مش اوكي بالبيبي شاور ما بتعملوا بالبيبي شاور خلص حاطين لك كب كيك واكل وقصص ثانيه طب رهيب والله حلو قسما بالله حلو حلو الاجواء عجباني انا بس بعد البافي بوفيه اكيد يكون موجود على ايام بيبي طشت كان طالما عجبته فلازم يستعجل تعالوا طب شوي نتكلم عن السبوع ايه رايكم يدينا شوي بقى تفاصيل عن السبوع اكيد بيختلف تماما عن البيبي شاور طبعا هلا السبوع هي عاده بيكون بعد ما بصير عمر الولد اسبوع هي طبعا مشتهرة عندكم انتو بتلبس الام وابنها نفس اللون وبيحطوا الولد بالسلة وبيدوروه على الكل وبياخذ مصاري من الكل انا بقى مصاري بطل هدايا خلاص ما نحن اوريدي جبنا له بالبيبي شاور هدايا ليه نرجع نجيب له هدايا صح ريهام عملية مربحة والله شوفي انا لما اجيب بيبي ان شاء الله راح اجيكي اوكي ومنا نفس الشيء وياهم نفس الشيء ومهند نفس الشيء نتواصل معك دايركت اكيد يعني ما راح نروح لمكان ثاني شرفتينا ونورتينا وانا اكثر حديثك لا يمل شو رايكم نطلع بريك ونرجع يلا يلا شكرا